مساء الخير عليكم مشاهدينا ومشاهدي تلفزيون اليوم السبع. احنا موجودين دلوقتي في سوق الاسماك بمحافظه بورسعيد، واللي يعني بيبدا في منتصف وبين منطقه الافران واللي بتكون مقسمه لمطاعم. هنتابع مع حضراتكم الاسعار اللي موجوده للاسماك وانواعها هنا في محافظه بورسعيد. طبعا مع حضرتك كل انواع، طبعا ده سردين وكابوريا موجوده، ودي اشكال اللي هي زي الجمبري وشبار، وطبعا انواع كتير جدا من الاسماك اللي موجوده هنا في سوق الاسماك بمحافظه بورسعيد، وطبعا باسعار متفاوته في الغطيان وفي كمان الحنشان والجمبري والبربوني السيبيا. الف هنا ب40 جنيه بس، حاجه ب1000 هنا تمام، ضرب 70، طبق بلدي حاجه ب70 جنيه، المرجان ب80 جنيه. 80 جنيه هو تهيألي رخيص اليومين دول صح؟ اه. جنيس الاربعه في الكيلو حاجه طازه كده ب150 جنيه تمام. المكرونه البلدي الصغيره في الكبيره ب80 جنيه بس. كتير يمكن ما يعرفش المكرونه بتتعمل ايه. المكرونه بتتعمل مقلي، معظم اللي بيعملها مقلي، مكرونه او حراق. البربوني عند بربوني، بربون احمر فراوله حاجه طازه برضه فيها بحب هنا ب150 جنيه ب120 جنيه بس. السيبيا البلدي متنضفه صوبه، دي الكيلو فيها دي الكيلو فيها بيبقى كيلو لحم صافي خالص. النص المبطرخه دي ب180 جنيه. وعندي جمبريات بقى بلدي، الجمبري البلدي دوت ده جمبري احمر فراوله ب130 جنيه. السمكه دي بقى بيستخدموها في حاجات كتير، زي مثلا اللي عنده الام في ظهره وكده، الام المفاصل بياخدوها العظم بتاعها بيتاكل تمام. دي حاجه ما شاء الله برضه اوميجا 3، اعلى اعلى اوميجا 3 في البتاع لو ظهرك تعبك ولا. طب ودي؟ ده شفره. ده بقى اكل البشوات، الشفرة دوت الكيلو منه 60 جنيه، وساعات ما بيقل الكيلو بيوصل 120 جنيه. قليل من الناس اللي يعرفه اصلا، بس اكله لحمه عامل شبه لحم الكابوريا، حاجه لحم ابيض كده حاجه بقلبها. طبعا الشباب اخضر الجوابي، الشباب اخضر الجوابي 60 جنيه تمام، 60 جنيه بس مش مبطرخ، هو بيبطرخ في شهر 3 و4 اللي مبطرخ الايام دي اكل بوري. هو كل السمك عموما، كل سمك كل نوع سمك ليه مشاعر بيبطرخ فين اليومين دول، بوري اعتبار انه بطرخ عنده بس خلاص البوري بيودع يعتبر اخر اسبوع يعتبر بعد كده بقى البطرخ يبقى طري، وبعد كده ما يبقاش في بطرخ.